معي عبر الهاتف سعادة الأستاذ عبد الله بن يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أستاذ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مساك الله بالخير يا أبو محمد. بالنور والسرور، الله يبارك. حياك الله سعادتك. أول شيء شاكرين لك التجاوب الدائم معنا، وشاكرين لك كذلك سرعة الرد على الموضوع اللي طرح قبل قليل. حياك الله أبو محمد. اتصل الأخ براشد، براشد من سكان شعبية قطاش، شعبية جديدة، يقول تقريبا شعبية فيها 48 مسكن ولا يوجد مسجد في هذه الشعبية، أقرب مسجد يبعد عنهم من 4 إلى 5 كيلومتر، وكذلك يعني في منطقة رملية صعبة، سبق وأن طالبوا بوجود المسجد، خصوصا أن الشعبية فيها بعض كبار السن وفيها بعض الناس اللي أخروا سكنهم لشهر رمضان بعضهم حتى يعني يجدوا المسجد المناسب. فشو تعليقك على الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مثل ما تفضل الأخ الكريم اللي نقل الملاحظة أبو خالد في هاي منطقة قطاع، طبعا كانت عندهم هم في أرض مسجد، وزهم الله خير يعني بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، أهل المنطقة شوي اختلفوا. يعني الناس أهل المنطقة قطاع اختلفوا، حد قال نبغى المسجد على المدخل الشعبية، وكان قبل المسجد في وسط الشعبية. جزاهم الله خير التخطيط والمساحة عسبت يرضون الأهالي، يابوا انقلوا الأرض المسجد وحطوها على المدخل أن تخدم عدد أكثر، ويا متبرع فعلا وسوى التصاميم جميل. وعقب بعد ردوا واعترضوا وخالفوا، نسقنا مع دائرة التخطيط والمساحة، قلنا لهم الحين هذا المتبرع جزاكم الله خير يعني بمساهمتهم، هم بعد دعمونا في المتبرع وغيرتوا الأرض، لكن الناس مش حد يقول يعني يبغي في النصب هذا. عقب المتبرع يوم قالوا لا بردنا ننقل الأرض، هون عن الأرض. أيوة أيوة، ردوا دار التخطيط المساحة نقلوا لهم الأرض، دخلوها داخل اللي هو في وسط الشعبية، حد يبغي المسجد على هذا الطرف، حد يبغي في هذا الطرف، هم تقريبا يمكن أقل من 40 بيت بعد. لكن إن شاء الله حين في متبرع جديد أهل المنطقة أفود أنه فيه جزاه الله خير، مساهم تقريبا 60%، ونحن في صدد يعني أن جايبين متبرع ثاني بيكمل هذا المشروع إن شاء الله، لكن هو الخلاف في البداية اللي على الأرض. الخلاف على الأرض أبو محمد أنت تؤكد ليس من التخطيط والمساحة، دائرة التخطيط مشكورين متعاونين في الموضوع، أهالي الشعبية نفسهم. أهالي الشعبية كان أول ما استحدثوا الشعبية مستحدثين أرض من قبل بداية الشعبية ضمن المخطط، من ضمن المخطط. فيو أحد من الأهالي قالوا راح أطلبوا من التخطيط أنكم طلعوا حطوها الصوب، لأن هني البيوت أكثر وهني أقضى عدد البيوت ما أنشأت. فإذاهم الله خير تجاوبوا معهم دائرة التخطيط ونقلوا لهم إياه على المدخل، وعقب ردوا مرة ثانية ما عيبهم مكان المتبرع وسوت كل شيء، وعقب بعد اليوم مرة ثانية راجعونا وراجعوا التخطيط، فالمتبرع راح والتخطيط ردته على المكان الأولي، والحين ممكن من أسبوعين يا أحد من أهل المنطقة جايب متبرع بيشارك بيساهم في المسجد 70%، والباقي إن شاء الله نحن عندنا متبرعين آخرين بيكملوا المجال. جزاك الله خير، جزاك الله خير، وإحنا يعني نعلن إذا في حد متبرعين حاب يساهم في هذا المسجد ولو بالقليل ولو بجزء يعني ممكن، هذا صحيح أبو محمد؟ جزاكم الله خير بارك الله، هذا منبركم مبو قريب عليه في هذه، بارك الله فيك. لكن النقطة اللي يجب أن تصل الآن لأهل الشعبية أن سبب التأخير أنتم وليس غيركم. نعم هم عندهم هذا العلم، هم عندهم العلم يعني. عارفين أن تغير الأرض تغيرت مرتين. يلا الله ييسر الأمر. متى متوقع أن يبدأ العمل أو التخطيط لهذا المسجد؟ يعني أبو خالد تعرف يعني لما الاستشاري والمقاولة، وعلى حسب الاستشاري، إذا الاستشاري سريع بس إن شاء الله يعني ما 6 شهور إن شاء الله بيكون يعني. خذوا من التصاميم الجاهزة اللي اعتمدتوها من قبل سعادتك. التصاميم الجاهزة اللي اعتمدتوها من قبل جيدة ما شاء الله، نماذج جميلة. اللي هي مع الحملة الخط المباشر هنا. يعني الحملة الخط المباشر الأول يومي المتبرع نعرض عليه، إذا رقب يكمل فيها. جميل أتوقع إذا اعتمدت هالتصاميم بعد ما بتأخذ وقت طويل، بسرعة بتنزل. لا ما أقل يعني 4-3 شهور شهرين يكونوا مباشرين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. شاكرين لك التجاوب السريع يا أبو محمد، شكرا مرة أخرى والله يتقبل منكم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا.